تعالوا نروح للجزائر، والجزائر برضه عملت نتيجة جميلة جدا ورائعة جدا، وقدرت الجزائر ان هي تفوز على اوغندا فوز صعب جدا 2-1، وكانت مغلوبة الجزائر 1-0. والهدف مين اللي جابه؟ متيابة، لاعب نادي الزمالك. متيابة لاعب تحت السن لكنه شارك في بعض مباريات الفريق الاول، سجل هدف جميل الحقيقة، تقدم به منتخب اوغندا في اول 10 دقائق، وبعدين الجزائر نجحت في العودة وسجلت هدفين. مبروك للجزائر. والمباراة دي كانت مهمة جدا لاستعادة الثقة، لانه الجزائر كانت خسرت من غينيا المباراة اللي فاتت، فكان مهم جدا ان احنا نستعيد الثقة، واستعادة الثقة جاءت على حساب اوغندا. المجموعة دي يا جماعة مجموعة صعبة، يعني الجزائر 9 نقاط اللي هي المجموعة السابعة، موزمبيق 9، بوتسوانا واوغندا وغينيا 6. شوفوا حضراتكم يعني 5 فرق بتتنافس، فالامور فيها مش سهلة، فالمشوار لسه طويل. والجمهور الجزائري له التحية والتقدير انه بيتواجد دايما باعداد كبيرة في مباريات المنتخب الجزائري، وده اللي بقى ملموس عندنا بالنسبة للمنتخب المصري. كان المنتخب المصري السنوات اللي فاتت كان بيعزف شوية عن حضور مباريات المنتخب، لكن شفنا ما شاء الله في ماتش بوركينا الجمهور مالي الملعب، والاهتمام الكبير كان واضح في المباراة الأخيرة مع غينيا بيساوي اللي انتهت بالتعادل 1-1. تعال نشوف كده الجزائر وتدريباتها استعدادا لمباراتها مع اوغندا. الجزائر طبعا زي ما قلت يعني الفوز كان ليها مهم جدا، وكان مهم ان انت تستعيد الثقه، وانك يعني تفرح جمهورك، لان انت كان خسارتك في ملعبك كانت يعني صدمه. الـ طبعا الجزائر سجل اهدافها حسام عوار في الدقيقه 46 وسعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه كان ليه طبعا مشكله شهيره مع جمال بالماضي تفتكره، وكان اثناء التغيير وهو خارج جمال بالماضي راح يسلم عليه. وشوفوا بيتكوفيتش المدير الفني عنده لمسات لعيب قديم ولاعب متميز، يعني شوفوا حضراتكم رغم انه كبير انما اللمسه بتفضل مع اللاعب ما شاء الله، يعني لعيب قديم ولمساته بتبان يعني. المهم انه سعيد بن رحمه كان خرج من الملعب، ما صافحش جمال بالماضي، جمال بالماضي شاله من حساباته بعد هذا الامر. والجزائر طبعا ادي طبعا بغداد بنجاح، واحد من اللاعبين المؤثرين جدا والمهمين في المنتخب الجزائري. طبعا لما جه بيتكوفيتش رجع بقى سعيد بن رحمه، وفي بعض العناصر مش موجوده زي اسلام سليماني، زي رياض محرز. رياض محرز كان عنصر اساسي في السنوات اللي فاتت مش موجود حاليا، لكن يعني هو قال ممكن في مرحله قادمه نستعين بيه. شوفوا جمهور الجزائري مع الجزائر في اي مكان، حتى وهم بيتدربوا في اوغندا بيشد من ازرهم، بيقول لهم احنا معاكم مفيش مشكله، ويعني انتوا خسرتوا من غينيا لكن دي مش من نهايه المطاف، لسه المشوار طويل ولسه ان شاء الله تعملوا حاجه. كريم بنزيما بالمناسبه كان حضر مباراه الجزائر مع غينيا، ويعني حضر تدريب الفريق عشان يرفع يشد من ازره، كان زار الجزائر وعرضت لحضراتكم اللقطات في الاسبوع الماضي. طبعا بيتكوفيتش يعني استلم المهمة في وقت صعب جدا بعد الجزائر ما خرجت من كأس الأمم، وكان البعض يعني مش مع قرار الاستغناء عن جمال بالماضي، والبعض معاه والجمهور نفس الشيء. بيتكوفيتش قال هحاول اصلح بقدر الامكان ومشوارنا مش سهل، لكن هحاول يعني ابذل كل جهودي عشان الفريق يتاهل لكاس العالم، ده هدفي الاساسي. الجزائر عندها تاريخ كبير في كاس العالم، وما ننساش ابدا جيل 82. يعني انا شخصيا لو تسالوني انا متوقع تاهل ان شاء الله مصر وتونس وجزائر ومغرب والسودان، ان شاء الله ان شاء الله كمان تنضم لهذه الفرق وتتاهل
لنهائيات كأس العالم. مليون مبروك، وإن شاء الله يرجع بن سبعيني. بن سبعيني مؤثر كتير جدا، هيدي قوة دفاعية ويدي قوة في وسط الملعب، لأية نوري هيبقى وسط ملعب، فهيبقى عندك بن سبعيني قوي ورا، وأية نوري هتبان قوته وتبان جرأته الهجومية، لأن أية نوري مفتاح لعب رائع، لكن انت بتحطه باك شمال بتخسر حاجتين، ما بيعرفش يدافع فبتخسر الحته دي، وكمان بيتعب ما يقدرش يعمل هجوم من عند الدفاع، صعب يعني. الحمد لله عموره ان شاء الله خلاص كده خد وضعه في الفريق، وانا تعبت مع جمال بالماضي، وحتى الراجل ده ما يعرفش قيمه عموره. اللاعب السريع اللي عنده سرعات خليه في الملعب من اول ما يبدا الحكم صفاره لغايه ما ينهي، ياخد ضربات جزاء، ياخد انفرادات. الماتش اللي فات برضه لما نزل الشوط الثاني عمل نفس الكره بالظبط، عدى من كله وعملها كده لبغداد بنجاح، قلنا هتيجي جول، بس ما كانش فيه روح ابدا، عشان كده ما جاتش جول. النهارده من الروح الحلوه يعني، حتى بعد الهدف الثاني بغداد بنجاح، احنا عارفين المهاجم بيزعل انه ما بيسجلش، بغداد بنجاح جري على عموره وشاله كده في حضنه، يعني رساله وصوره لقطه بتقول لنا ان اللعيبه الجزائريين قلبهم على بلدهم وقلبهم على علم البلد. بغداد بنجاح ما بصش لنفسه ابدا ولا زعل ان هو نفسه اللي كان هو يسجل، لا، جري على عموره وحضنه وقال له انت يا عموره السبب في الهدف، وفرحوا بالهدف. لعيبه الجزائر لعيبه كوره كويسين، سعيد بالرحمه كان محتاج ياخد ثقه، بيتحسن كتير سعيد بالرحمه بصراحه، لسه عنده كتير. حسام عوار من اللعيبه اللي وهيتصاب برضو تاني وهيبعد عن المنافسات واللعب. حسام عوار خساره حسام عوار، انا عارف ستايله كده يعني، مش في دماغه ودلوع وما بيجهزش وبعيد خالص عن المباراه. انا عندي شايبي احسن منه، لكن حسام عوار هتشوفه بقى وهتفتكره كلامي، هيروح يبعد وهتلاقيه يروح روما وما يلعبش، والمدرب هيعمله اعاره، برغم ان هو موهوب بس مش من اللعيبه اللي بيقرص على نفسه صراحة. حتى لما جمال بالماضي قال له تعال، قال له اديني فرصة اجهز، وقعد 3 شهور عشان يجهز، ولما جه اتصاب ومشي، قصة يعني. فلعيبة الجزائر كتير جدا، لكن اللي عجبني النهاردة وعندهم مهارات كتير في كل حتة في العالم لعيبة الجزائر بصراحة. المدرب عنده لعيبة كتيرة، لكن لما يبقى عندك الروح والثقة زي ريال مدريد، ريال مدريد بيدخل فيها جوان وعادي فرق، لكن عندها ثقة في النفس وروح، عندها روح المكسب وعندها ثقة في اللعيبة، عندها ثقة في نفسها رهيبة. النهاردة الفوز ده يجيب الثقة، لأن المهارة موجودة عند لعيبة الجزائر، وشفناها في آية نوري وحسام عوار وعمورة، وعندها كمان الروح العالية. فاضل بقى من المدرب أنه ينظم الفريق. دفاع الجزائر عنده مصيبتين، بيلعب وحش جدا مفتوحين وبيبيعوا نفسهم. النهارده مدني الهدف الاولاني، طب حتى المهاجم ادخل عليه رقصني ويجيبها جون، اقف اقفل عليه بصراحه، الف بيه كوره. فاختيار المدير الفني يبقى اختيار يجيب لعيبه واعيه في الدفاع، تقف كويس في الدفاع، وكمان يعرفوا يطلعوا الكوره من رجليهم. ده انا فاكر بليل السنه اللي فاتت واللي قبليها كان بيقف كده ويشاور لهم، بيلعبوها في المدرجات 3 كور والله، تتلعب لبلايلي في المدرجات كده، راح بلايلي عامل لهم زي العبوها العب جوه. النهارده بغداد بنجاح عمال يقول لهم ايه؟ العبوها هنا عندنا جوه. يعني بصراحه يعني انا قلتها حتى في التحليل، قلت ياخدوا جايزه دفاع الجزائر، ياخد جايزه اسوأ فريق بيطلع الكوره من ورا، بتطلع في الاوت وحشين جدا يعني. وسط الملعب لازم يتظبط احسن من كده، الوحش ما يجيش، ما تجيبليش لعيبه ما تعرفش تباصي، ده منتخب. ليه السيتي مكسر الدنيا؟ السيتي ليه مكسر؟ رودري اللي في وسط الملعب، رودري ده لما بيغيب عن السيتي بيبقى قليل قوي. رودري بيلعب مع السيتي يكسب كل الماتشات. وسط الملعب انا بدور على حد في وسط الملعب، بن طالب بيلعب في اوروبا، بيجي يلعب مع منتخب الجزائر تحسه كأنه بيلعب في الحمصي وكنافه، كأنه ما بيلعبش في اوروبا، مفيش ثقه في نفسه بتتقطع منه، بيلعب كور على الفريق. انا مش عايز اتكلم كتير عشان ما حدش يزعل، لكن انا فرحان ان في روح النهارده، والحمد لله روح جابت الفوز خارج ملعبك.